السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، معك شريف شامي، والنهاردة هنتكلم عن البافو تيوبز 2 من نان لايت. نان لايت اشتهرت الفترة الأخيرة بالبافو تيوبز أو بالإضاءات اللي هي زي التيوبز بسبب جودتها العالية جدا وسعرها اللي كان بيبقى تنافسي جدا بالنسبة للمنتجات اللي بتقدم نفس الأشكال من أنواع الإضاءة. ولكن نان لايت البافو تيوبز القديمة دي كلها حاجة، واللي جاي ده حاجة تانية خالص. احنا هنا مش بنتكلم عن تيوبس او اضاءات جانبية تقدر تستعملها جوه المشهد علشان as a practical light، يعني ان انت تحطها مثلا وراء عمود او وراء باب علشان تديلك لون معين او خلفية معينة. احنا هنا بنتكلم عن كونسبت جديد وادوات فعلا احترافية تقدر تخليك تصور مشهد كامل او تنور مشهد كامل باستخدام البافو تيوبس بس، وده بسبب الاضافات والتعديلات الكتير اللي بقت في بافو تيوبس 2. وخلينا نتكلم عن واحدة واحدة منهم لان هما كتير جدا وفعلا مش هقدر اخلصهم كلهم في الفيديو ده، ولكن هنمشي عليهم واحدة واحدة بسرعة. طيب خلينا قبل ما نتكلم عن الفيتشرز والمميزات اللي موجودة في البافو تيوبس الجديدة، خلينا نتكلم عن الاحجام. نان لايت اعلنوا عن 3 احجام، وهي ال 15 اكس وال 30 اكس وال 60 اكس، ولكن 60 اكس مش معانا. خلينا نفتح اول واحده ونشوف ايه الاختلافات اللي حصلت فيها. طبعا البافو تيوبس بتيجي في كيتس مختلفه، ممكن يبقى في اضاءه واحده بس في الشنطه او اضاءتين او 4 اضاءات. هي دي الاضاءه، ده شكل الاضاءه الجديد، ده الباور ادابترز او الكابلات اللي بتقدر توصلها او تشحن بيها البطاريات، وفي بيجي معاها الكلامب او الماسك اللي بتقدر تثبته على اي ترايبود، والاربع مسامير دولت بيجوا علشان تثبتهم في الاضاءة وتقدر تعلقهم باي واير او اي حاجة تانية. طيب خلينا نتكلم الاول عن الشكل الخارجي او التعديلات اللي حصلت في الشكل الخارجي. كان الاول في البافو تيوبس القديمة كان في زي جزء هنا وهو اللي بتقدر تتحكم فيه من الاضاءة، فشالوا الجزء ده وبقى في نهاية الاضاءة هنا سطح فلات، فتقدر انك تثبتها بس من غير ما تحتاج لأي ترايبود أو أي حاجة، تقدر تثبتها على طول وهتقدر تقف بالشكل ده. أول حاجة عملوها وهو زودوا أو وسعوا الرينج بتاع السي سي تي، وهو الدرجة الحرارية بتاعة اللون الأبيض. كانت الأول من 2700 ل 5600، دلوقتي بقت من 2700 ل 12000 كلفن، فتقدر إنك تجيب الدرجة الحرارية للون الأبيض اللي أنت عايزها. تاني حاجة واللي هتقدر تلاحظها بسهولة جدا، وهي الباور بتاع الإضاءة عن الإضاءات القديمة. احنا كده على 20%، ده 100%، انتوا شايفين الباور عامل ازاي. تاني حاجة واللي هتلاحظها بسهولة اول ما تمسك الإضاءة دي، وهي الماتيريال اللي معمولة منها الإضاءة. الماتيريال مختلفة تماما عن الإضاءة القديمة، دلوقتي تحس ان هي بقت اقوى وسوليد اكتر وتقدر انك تعتمد عليها فعلا. انا الصراحة ما جربتش، لو وقعت او حصل لها اي حاجة ممكن ايه التأثير اللي يحصل لها. تاني حاجة وهي اماكن التثبيت، دلوقتي اضافوا اماكن سكرو للتثبيت علشان تقدر تحط السكرو اللي هو بيبعتوه او بيحطوه مع الاضاءات، وده بيزود من الطرق اللي تقدر تثبت الاضاءة دي بيها في كذا مكان وفي كذا مشهد بسهولة. الطول بتاع الاضاءة ده هو 60 سنتي، والطول بتاع الاضاءة دي هو 114 سنتي ونص. اضاءة ال 15 اكس تقدر تشغلها على الفول باور لمدة ساعة ونص تقريبا الا 4 دقايق، وبتقدر تشغلها على اقل باور لمدة 23 ساعة، بتاخد منك ساعتين علشان تشحنهم على الفول باور مرة تانية. طيب الإضاءة الثانية وهي ال 30 اكس طولها 114 سنتي ونص، وتقدر تشغلها على الفول باور لمدة ساعتين وربع تقريبا الا 2 دقايق، وتقدر تشغلها على اقل باور لمدة 29 ساعة. هنلاقي حاجة متشابهة في الإضاءة دي مع الإضاءة اللي هي ال 6 سي الصغيرة، وهو مدخل يو اس بي سي، ولكن المدخل ده موجود في الإضاءة التانية علشان تقدر تشحن فيه الإضاءة، لكن هنا المدخل ده مش معمول للشحن، المدخل ده معمول بس للفريم وير ابديت. خلي بالك اوعى تشحن الإضاءات دي من عن طريق الـ USB-C. كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده كويس جدا وهايل جدا، ولكن ايه فعلا الاختلاف الكبير عن الإضاءات القديمة؟
المودز الأساسية اللي موجودة في الإضاءة دي هو أربع مودز أو أربع أنظمة، الـ CCT والـ Effects والـ HSI والـ Pixel. أول حاجة الـ CCT وهي اللون الأبيض أو إضاءة اللون الأبيض العادية، وزي ما قلنا زودوا الرينج بتاع الإضاءة أو درجة الحرارة بتاعة اللون الأبيض علشان يبقى من 2700 لـ 12000. دي أول حاجة. تاني حاجة، قوة الإضاءة زادت جدا في الإضاءة، فتقدر إنك تستعمل الإضاءة دي ككي لايت أو تستعملها كإضاءة أساسية. الحاجة التانية اللي ضافوها في المود ده وهو الـ GM Adjustment، تقدر إنك تعدل درجة الجرين والماجنتا اللي موجودة في الإضاءة دي علشان تماتش الإضاءة دي مع أي إضاءة تانية، ودي من الدلائل إن الإضاءة دي بقت إضاءة احترافية وبتهتم بالتفاصيل اللي بتخلي الإضاءة دي فعلا تكون واحدة من أحسن الإضاءات التيوبس اللي موجودة في السوق. تاني مود وهو الـ HSI، وده ما اختلفش كتير عن الإضاءات القديمة. المود ده بتقدر تجيب فيه كل الألوان اللي تقدر تشغلها على الإضاءة دي. دلوقتي بقى فيه 15 إفكتس موجودين بيلتن في الإضاءة دي، تقدر تستخدمهم بسهولة جدا وتتحكم فيهم بسهولة جدا علشان يلائم المشهد أو علشان يلائم التطبيق اللي انت بتستخدمهم علشانه. رابع مود وهو المود الجديد تماما في الإضاءة دي وهو البيكسل إفكت. ايه بقى البيكسل إفكت؟ البيكسل إفكت هما دلوقتي قسموا الإضاءة دي لبيكسل جروب، يعني خلوا كل جزء في الإضاءة يشتغل لوحده منفصل عن بقية الإضاءة، فتقدر تتحكم في كل بيكسل جروب موجودة في الإضاءة دي وتخليه ينور بالشكل اللي انت حبه. وعلشان نتحكم في البيكسل جروب، خلينا نروح للنقطة التانية، وانك دلوقتي تقدر بدون اي اجهزة تانية وبدون اي حاجة تقدر تتحكم في الاضاءة دي عن طريق الابليكيشن. بعد كده من هنا تبدأ تضيف الاضاءات اللي موجودة عندك، بيديلك اختيارين، يا اما عن طريق البلوتوث دايركت وده بتقدر تتحكم فيه في الاضاءات الجديدة دايركت، او عن طريق 2.4G وهو الترانسميتر بوكس اللي بتقدر تتحكم فيه في الاضاءات الجديدة والاضاءات القديمة كمان. وبتلاقي هنا قائمة بكل المودز اللي موجودة، CCT والHSI والإفكتس والبيكسل إفكتس. خلينا ندخل على اهم واحد وهو البيكسل إفكت. دلوقتي في البيكسل إفكت كمان في قائمة اضافية تانية، وتقدر تتحكم في حاجات مختلفة مثلا زي الدرايفنج. خلينا ندخل للدرايفنج، بيديلك اختيار الامبينت لايت او الاضاءة الخلفية. خلينا ننزل بس الامبينت لايت دلوقتي، نطفيه خالص، وبعد كده نشوف الستريت لايت. تقدر انك تضيف كام ستريت لايت او كام اضاءة شارع، تقدر انك تخليهم مثلا 3 او 4. تقدر تتحكم كمان في الدايركشن بتاعته، هل هو فورورد او باكورد، يعني رايح من الاتجاه ده او رايح للاتجاه ده. بعد كده تقدر تتحكم في الديمر بتاع اللايت اللي بيعدي. اخر واهم حاجة وهو السعر الرهيب بتاع الاضاءة دي، هحطلكم في الديسكريبشن تحت الاسعار بتاعت الاحجام المختلفة والكيتس المختلفة اللي بتيجي فيها الاضاءة دي. تقدروا تشتروا الاضاءة دي من ادفانس ميديا الرياض او دبي، او تقدروا تشتروها من اللينك اللي تحت الفيديو. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.